السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم في السلطة الرابعة وأبدأها بأبرز العناوين. في العاصمة أونلاين تعسفات الميليشيا تدفع بكادر أكبر مستشفيات صنعاء للاحتجاج. وصحيفة عقاض السعودية تتساءل لماذا تتخلى الأمم المتحدة عن إيواء الفارين من جحيم الحوثي. وفي موقع الحرة منظمة تتهم الحوثيين باستغلال النظام التربوي للهجوم على السعودية ودول الغرب. مرحبا بكم، والبداية من موقع المصدر أونلاين والذي نشر تقريرا قال فيه إن الخارجية الأمريكية قالت إن جميع الجهات الفاعلة في اليمن بما فيها الحوثيون والقاعدة والانفصاليين والميليشيات القبلية والأطراف الدورية المنخرطة في الصراع كإيران والإمارات والسعودية ارتكبت انتهاكات جسيمة مع الإفلات من العقاب. وأشار تقرير الخارجية الأمريكي إلى أن الحكومة المعترف بها دولياً كان لديها قدرة محدودة على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان بسبب استمرار الحرب الأهلية، مؤكداً أن سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية في الشمال أدى إلى انخفاض شديد في قدرة الحكومة اليمنية على إجراء التحقيقات. بحسب الموقع فقد تناول تقرير الخارجية الأمريكية أبرز قضايا حقوق الإنسان التي شهدتها اليمن كالقتل غير المشروع والاعتقال التعسفي والإخفاء الذي ارتكبته جميع الأطراف. تضمن التقرير الانتهاكات المتعلقة بفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف أو الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين والرقابة وحجب المواقع ووجود قوانين جنائية التشهير والقدح وتدخل الجوهري في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وفرض قيود على حرية التنقل. اليوم الثالث على التوالي قال موقع العاصمة أونلاين إن أطباء وموظفون في هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء نفذوا اعتصاماً رفعوا فيه الشارات الحمراء احتجاجاً على تعسفات ميليشيا الحوثي بحقهم ومصادرتها لحقوقهم. وقال مصدر طبي لموقع العاصمة أونلاين إن موظفي الهيئة يواصلون الاعتصام تمهيداً للإضراب الشامل من العمل لاستمرار التعسفات بحقهم ومصادرة مستحقاتهم من قبل إدارة الهيئة التي عينها الحوثيون والتي تعمل على نهب أي مخصصات مالية. وذكر الموقع في تقريره أن موظفو الهيئة التي تعد من أكبر المستشفيات في البلاد إلا أنها من بعد سيطرة الحوثيين عليها تدهورت خدماتها الطبية وتتعرض لإهمال كبير في الوقت الذي تمارس فيه الميليشيا عملية نهب منظمة، بينما تحرم كادرها الطبي وموظفيه من أي عائد حسب الموقع. في أعلى معدل يومي للخسائر البشرية الحوثية خلال يوم واحد، قالت صحيفة العربية الجديد إن جماعة الحوثي شيعت في العاصمة صنعاء 39 ضابطاً، وذلك على وقع معارك دامية في محافظة مأرب النفطية وحراك دولي واسع لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن هذا هو معدل أو أعلى معدل يومي للخسائر البشرية الحوثية خلال يوم واحد، ما يشير إلى استمرار الجماعة في هجماتها على مأرب بنفس الوتيرة رغم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار. هذه الأرقام لا تشمل المقاتلين العاديين ممن لا يحملون رتبا عسكرية أو من المتطوعين القبليين. ومع دخول الحرب عامها السابع بيّنت الصحيفة أنه لا يزال رقم الخسائر البشرية في صفوف العسكريين الحوثيين مبهما، حيث تتكتم الجماعة عن إيراد أرقام دقيقة فيما لجأت خلال الفترة الماضية لإذاعة أنباء تشييع القيادات العسكرية فقط في جنازات رسمية بصنعاء. صحيفة العرب اللندنية قالت إن المملكة العربية السعودية قطعت الطريق أمام الدعوات لسحب قواتها من اليمن قبل أن تتهيأ الظروف الموضوعية لذلك، محذرة من فوضى عارمة وحمام دم قد ينتجان عن انسحاب تلك القوات من جانب واحد. وطرحت المملكة مؤخرا مبادرة لوقف إطلاق نار شامل في اليمن لقيت ترحيبا دوليا واسعا، إلا أن المتمردين الحوثيين أبدوا تلكؤا في القبول بها ودفعوا بجملة من الاشتراطات تدور في مجملها حول وقف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لعملياته ضدهم وإنهاء رقابته على المنافذ اليمنية والتي يفرضها منذ سنوات.
لمنع وصول السلاح الإيراني إليهم. وبيّنت الصحيفة في تقريرها أن الهدف العاجل للحوثيين يتمثل في وقف الدعم الذي يقدمه التحالف للقوات اليمنية على جبهة مأرب، وخصوصا غطاءه الجوي لتلك القوات، والذي منع المتمردين من الاستيلاء على المحافظة شديدة الأهمية بالنسبة إليهم نظرا لجوارها من جهة الشرق للعاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها، وأيضا لغناها بمخزونات الغاز والنفط الضروريين في توفير الموارد المالية لهم، موضحة أن القوات السعودية تلعب دورا في فض الاشتباك في جنوب البلاد بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وفي السهر على تطبيق اتفاق الرياض الذي رعته المملكة بين الطرفين، وأفضى إلى تهدئة هشة وتمخضت عنه حكومة مناصفة برئاسة معين عبد الملك. رغم تبادل الاتهامات بين الحكومة اليمنية الشرعية والميليشيات الحوثية على خلفية المساعي الرامية إلى وقف الحرب واستئناف مشاورات السلام في ضوء المبادرة السعودية الأخيرة، قالت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم إن سلطنة عمان أنعشت الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق قريب بين الفرقاء اليمنيين. وبحسب الصحيفة، فقد ذكرت الخارجية العمانية في بيان أن السلطنة مستمرة في العمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في الجمهورية اليمنية، مضيفة أنها تأمل في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل، وبما يعيد لليمن أمنه واستقراره ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة. وقالت الصحيفة في تقريرها أن بيان الخارجية العمانية جاء في وقت يواصل فيه المبعوثان الأممي مارتن جريفيث والأمريكي تيموثي ليندر كينغ مساعيهما في المنطقة، أملا بإقناع الحوثيين بالموافقة على المبادرة السعودية. وسط صمت من المنظمات الدولية، قالت صحيفة عكاظ السعودية إن مدنيا قتل وأصيب 8 آخرون بينهم أطفال ونساء في قصف صاروخي حوثي على مدينة مأرب ومخيم السويداء للنازحين شمال مأرب، وفقا لمصادر طبية وأيضا لشهود عيان تحدثوا لصحيفة عكاظ. وبحسب الصحيفة، فقد كشفت إحصاءات للمنظمات محلية يمنية أن 350 أسرة نزحت من المخيمات خلال 24 ساعة الماضية إلى وسط مدينة مأرب بحثا عن مأوى وعن مناطق آمنة. وأعلنت أسرة قبلية استئجار صالات أفراح لإيواء النازحين في ظل تخلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن مسؤولياتها في توفير الإيواء والغذاء لمن وصفوهم بضيوف مأرب الذين سلبهم الحوثي ممتلكاتهم ومساكنهم في مختلف المحافظات وطردهم ليلاحقهم بالقذائف إلى مخيمات النزوح في صحراء مأرب. وطلبت الأسرة في منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي النازحين بالتوجه إلى صالة الروضة، ملتزمة بتوفير 3 وجبات يوميا للنازحين حتى تتمكن السلطات من ترتيب مخيم آمن لهم. دخل اليمن في متاهة الصراع على النفوذ في خريطة البلاد مع توسع للميليشيات المسلحة، وسط محاولات الحصول على تقاسم وتحاصص في اتفاق سياسي قادم. وبينما يعيش اليمن حربا مدمرة، قال موقع الخليج أونلاين إن طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق خرج بإعلان تشكيل مجلس سياسي للقوات التي يتزعمها غرب البلاد. ويرفض الكاتب والصحفي اليمني شاكر أحمد اعتبار هذا المجلس سياسيا، قائلا إنه من الواضح أنه لا يمت للسياسة بصلة، هو مجلس ميليشياوي بقوة عسكرية ضخمة أنشأتها الإمارات كنفوذ آخر في الساحل الغربي لليمن، مشيرا إلى أنه قبل الإعلان كان يأمل اليمنيون أن تنخرط قوات طارق كما وعد في أكثر من خطاب له في جبهة القتال ضد ميليشيا الحوثي، خاصة بعد إعلان السلطة المحلية في تعز النفير العام لاستكمال عملية التحرير. لكن ما حدث أنه اتجه إلى إنشاء مجلس سياسي فيما لا تزال محافظة الحديدة في قبضة الحوثيين، وتتعرض مأرب لهجمات متتالية بغرض اقتحامها. وبيّن الموقع أن طارق صالح لم يعترف بشرعية الرئيس اليمني منذ صعوده إلى الحكم، ففي فبراير من عام 2012 وقاتل في صفوف الحوثيين ضد الحكومة اليمنية، وبعد فراره إلى مناطق الشرعية رفض أيضا الاعتراف بشرعية هذه، لكنه في خطابه الأخير حاول أن يرسل رسائل طمأنة للشرعية قائلا إنه لن يقف ضدها،
حيث يسعى أن يكون جزءا منها، إلا أنه أيضا لم يشير إلى أي اعتراف بالرئيس اليمني. نقلا عن منظمة إمباكت إس أي، قال موقع الحرة الأمريكي إن دراسة جديدة كشفت أن الحوثيين يستخدمون نظام التعليم في مناطق سيطرتهم باليمن لبسط نفوذهم. وقال الموقع في تقرير إن المنظمة تراقب المناهج التعليمية والكتب المدرسية في جميع أنحاء العالم وترصد قيم السلام والتسامح فيها، مشيرة أن الحوثيين حولوا التعليم لأداة نشر القيم والثقافة الإيرانية بين وكلاء طهران. وتقدر المنظمة أن إيران متغلغلة من خلال الحوثيين في مراكز التعليم الابتدائي ومعاهد التعليم العالي في اليمن. ومن جانب آخر يدرس المئات من الطلاب الحوثيين حاليا في إيران، موضحة أن المنهج الإيراني المنتشر بين وكلائها يعلم الأطفال أهمية توحيد المسلمين ضد الأعداء الغربيين حسب قولها. ختام السلطات، ترككم مع كاريكاتير اليوم.